السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط، بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة حل مشكلة توقف تاتش هاتف سامسونج جالاكسي J6 موديل الجهاز J600 FXX اصدار الحماية U7. صاحب الجهاز جاب الجهاز وقال ان هو حدث التليفون من داخل الاعدادات، وبعد اكتمال التحديث عمل اعادة تشغيل الجهاز ففوجئ بتوقف التاتش، وبعدين عمل اعادة ضبط المصنع للجهاز على امل ان هو يشتغل وما حصلش اي تغيير في الجهاز. قبل ما ندخل على الفيديو نحب نوضح ان رابط البرنامج والفلاشة المستخدمة في الفيديو هتلاقوه اسفل الفيديو. اول حاجة هنعملها هندخل على صفحة الريكفري او صفحة اعادة الضبط عن طريق الضغط على زر الباور وزر خفض الصوت الاتنين مع بعض ضغطة مطولة لحد ما الشاشة تقفل معانا. اول ما الشاشة تفصل هنشيل ايدينا من على زر خفض الصوت ونرفعها على زر رفع الصوت مع الاستمرار بالضغط على زر الباور. اول ما شعار سامسونج يظهر هنشيل ايدينا من على زر الباور ونفضل ضاغطين على زر رفع الصوت. دي صفحة الريكفري اللي فيها بيانات الجهاز، ومن خلال البيانات دي بنعرف السوفت وير المناسب او الفلاشة المناسبة للجهاز. زي ما شايفين في الصفحة موديل الجهاز J600FXX اصدار الحماية U7. بنحذر يا جماعة، لو موديل الجهاز او اصدار الحماية متغير عندك في صفحة الريكفري بلاش تستخدم السوفت وير اللي موجود في الفيديو، وحضرتك ممكن تبعت لنا على اي من طرق التواصل اللي موجودة اسفل الفيديو صورة من صفحة الريكفري اللي موجودة قدامك في الفيديو، وهنقدر ان شاء الله نبعت لك السوفت وير المناسب للجهاز. كده عرفنا كل بيانات فلاشة الجهاز وعرفنا كمان الفلاشة المطلوبة او المناسبة للجهاز. ندخل على صفحة الداونلود، بنوصل كابل اليو اس بي، هنضغط على زر رفع الصوت وزر خفض الصوت، وبعدين نختار اول اختيار ريبوت سيستم ناو عن طريق زرار الباور علشان نعمل اعادة تشغيل الجهاز مع الاستمرار بالضغط على زر خفض الصوت وزر رفع الصوت الاتنين مع بعض. هيدخلنا على صفحة الداونلود، بنضغط ضغطة واحدة على زر رفع الصوت وكده الجهاز هيكون جاهز لتحميل السوفت وير. بعد ما تحمل السوفت وير وتفك الضغط عنه بتفتح برنامج الاودن، زي ما نلاحظ السوفت وير اللي موجود في الفيديو نفس الموديل الجهاز ونفس اصدار الحماية. بننسخ مسار مجلد السوفت وير، وفي برنامج الاودن بنضغط على خانة البي ال، وبعدين بنعمل لصق المسار مجلد السوفت وير. وبنختار ملف البي ال، وبعدين بندخل على خانة الاي بي وبنختار ملف الاي بي. بنستنى لحظات،
وبعدين بندخل على خانة السي بي وبنختار ملف السي بي، بندخل على خانة السي اس سي وبعدين بنختار ملف السي اس سي. بعد تجهيز الملفات بنلاحظ ان برنامج الاودم متعرف على الجهاز ومتصل به. بنضغط ستارت علشان نبدأ عملية السوفت وير. بعد ما البرنامج يخلص عملية السوفت وير الجهاز بيعمل إعادة تشغيل. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنجرب التاتش، بنلاحظ إن التاتش اشتغل والحمد لله. ودلوقتي في مشكلة تانية اللي هي تخطي حساب جوجل. ان شاء الله اسفل الفيديو ده هتلاقوا رابط لفيديو تاني لطريقة تخطي حساب جوجل لنفس الهاتف ونفس الاصدار ونفس الحماية. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اي استفسار اي مشكلة طرق التواصل اسفل الفيديو.